فاطمة الزهراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغذيني به فأتيته بالكساء اليماني فغذيته به وسرت وانظر إليه فإذا غذته يتلألأ تألأه كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني واستمرت أقوالي فقال يا أمه يشم عنده رائحة طيبة رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدت فتحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة ضعفي وابن أمي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بنتي وخمسي وصاحب دمائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نهب الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتمل جميعا تحت الكساء وقال أبي رسول الله بتلك الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دم يؤلمني ما يؤلمهم ويحذرني ما يحذرهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وأدعو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم خذ الصلوات
رحمتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأسكبنهم الرزق وداخلهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سلطان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا مضيئا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسائي. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسائي؟ فقال لا عز وجل هم أهل بيت النبوة وما أدنى رسالتهم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. وقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أحبك إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أتيت لك. فحبت اللفين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مسجية ولا قبرا ضريرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا ليجزيكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه لم قد جئت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسائي وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكسائي من الفرد إذ الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وانتقلت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فرنا فعد شيعتنا ورب القعبة. اللهم صل على محمد وآله. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا ضارب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله قلنا وإن كذلك شيعتنا قد وسجدوا في الدنيا والآخرة في رب القعبة. اللهم صل